هاد السنة القنيطرة، مديرية صخيرة تمارة. جينا في إطار التظاهرة الرياضية المدرسية في إطار تخصص ريغبي، والحمد لله وصلنا للمرحلة النهائية في الفينال. نتمناو الخير القدام. بدء تنشكروا مديرية الارتقاء على التنظيم ديالها، وفي شخص الدكتور ميلي عبد السلام اللي في عهده عرف واحد الطفرة كبيرة الحمد لله من جميع النواحي. وفي هذا الاطار حنا في التظاهره ماشي تنجيو لمجرد فوز ولا، ولكن حنا تنجيو حنا راه بطوله مدرسيه، بمعنى الوليدات تيتعلموا مجموعه من المبادئ، منها ليسبري ديكيب، التعاون، التسامح، تيتعرفوا على مناطق اخرى، على ثقافات ديالهم، على المدينه المستضيفه، على مجموعه من المبادئ، وعلى راسها الحفاظ على البيئه اللي هو الميثاق اللي تا هو الشعار ديالو التظاهره الرياضيه المدرسيه. وبهذه المناسبه تنحث جميع المشاركين والوليدات ديالنا، تنحثهم على ما يبدلوش الماء، لان الماء هو الحياه، يحافظوا على النظافه البيئه ديالهم. بنادم يبدا من راسو، من المحيط ديالو، من المحيط المدرسه، لان كنا حنا مسؤولين، كنا مسؤولين. وهذا المنظر ملي تيبقى نقي راه لصالحنا حنا، تنعيشوا بيئه نقيه وبيئه نظيفه، ماشي هي بيئه مسخه. وشكرا جزيلا مره اخرى للجنه التنظيميه ومديريه الارتقاء والجميع، وتنتمناو الخير القدام. وشكرا جزيلا، تحياتي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.